حبيت نوريكم نعرفكم بالتجربة الرائدة بفضل التطور الذي عرفته، وهي التجربة تاع صناعة الحصادات في الجزائر. وبعد ما عرفنا التجارب الأولى في السبعينات القرن الماضي، تعرف شركة UNMTP الجزائرية وعدة شراكات لم يكن لها الحظ لتتجسد بطريقة جيدة، نعرفكم اليوم بالتجربة تاع الشراكة الجزائرية الفنلندية التي عرفت السنة هذه تطور رهيب بفضل تجديد الوسائل نتاع الشراكة هذه، يعني وتجديد عقود جديدة. بدون ما نطول ونعطيكم ديتاي اكثر في هذا الموضوع، نخليكم تتعرفوا على الشركة تاع انتاج وتركيب الحصادات التي تقع في سيدي بلعباس مع هذا الفيديو القصير. والسلام عليكم. تصنيع 6 حصادات يوميا و1000 حصادة سنويا هي الطاقة الانتاجية التي توفرها شركة الانتاج المختلطة الجزائرية الفنلندية لتصنيع عتاد الحصاد سامبو بسيدي بلعباس، صناعة محلية الأولى من نوعها بأياد ومواد أولية جزائرية وتكنولوجيا فنلندية رائدة عالميا. شركة سامبو الجزائر شركة مختلطة، الرأس المال العمومي يمثل 62% والرأس المال العامل الأجنبي يمثل 38%. يعني أنشئ هذا المصنع بطاقة إنتاج حاليا 1000 حصادة سنويا. الماكينة اللي ننشدها هنا في الجزائر هي لامام اللي تنتج في فنلندا، وبهذا بتجربة جزائرية، وكل العمال هنا وهم شباب، بدأنا بالشباب وكلهم كانوا حصلوا على تكوين في فنلندا وفي الجزائر. الرهان كبير والأهداف واضحة، تلبية الاحتياجات الوطنية وتجديد الحضيرة في العتاد الفلاحي كمرحلة أولى. فالمشروع اليوم حقق المأمول بنسبة إدماج فاقت 70% وتكنولوجيا أوروبية عالجت كل الاختلالات السابقة كصفر ضياع للمنتج أثناء حصده. واليوم الحمد لله رانا وصلنا إلى ما يقارب 70% في الإدماج الإجمالي، وهذا ما يخلص من فاتورة الاستيراد، وهي كانت تكلفة كبيرة على الخزينة الجزائرية. اليوم نجم تقول 30% نستوردوها من هذه الحصادة، وهي حصادات من طراز آخر طراز. هي آلات اللي جات تعوض الآلات الحصادات القديمة اللي كانت تدير خسائر. يعني إذا أخذنا 25% من مجموع الحصاد تاع السنة اللي هو 60 مليون قنطار في السنة، يعني عندنا حوالي 15 مليون هكتار قنطار اللي كانت تمشي كخسائر. طموحات الشركة كبرت شيئا فشيئا، وبعد تحقيق رهان الاكتفاء الذاتي الخطوة التالية العودة للتصدير بقوة واكتساح الأسواق الخارجية، والوجهة البلدان العربية والإفريقية مطلع 2024. تصدير وصدرنا في 2018، سنخوض في التصدير إن شاء الله في العام المقبل، إن شاء في هذه السنة القادمة إن شاء الله غادي نصنع حصادة جديدة ب 170 حصان. كنا في 120 حصان، غادي نفوتوا 170 حصان بالطابلية كوب من 4.2 إلى 6 مترات، وبالخزان من 3000 لتر إلى 6000 لتر. انطلقنا في عملية إنتاج حصادات من نوع كبير، وهذا للجنوب الجزائري. شركة سامبو لإنتاج العتاد الفلاحي ببلعباس تنتعش، وبوادر نجاح الشراكة الجزائرية الفنلندية تتجسد التي تستحق تعميمها على كل المجالات.